من دقائق الحقيقة، وقبل ما ندخل الهواء، يمكن كان في وسائل إعلام إسرائيلية زعمت دخول أسلحة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية. هذه المزاعم الإسرائيلية، ودي يعني يمكن مش الأولى، في كلام كتير اتقال ما بيبقاش ليه أي أساس من الصحة الحقيقة، ونتطرق لهذا الكلام. بيتقال الكلام ده من قوات الاحتلال اللي بتتعرض لخسائر مادية وبشرية فادحة منذ حربها على غزة، وهذه المزاعم تتنافى تماما مع الجهود المصرية القوية اللي بلدنا بتقوم بيها لتأمين حدودها وفرض سيطرتها الكاملة على هذا التراب المصري الغالي. معانا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وتعليق حضرتك على هذه المزاعم الإسرائيلية تجاه دخول سلاح إلى الأراضي الفلسطينية من خلال الأراضي المصرية في ظل ما يحدث على الحرب في غزة. يعني طبعا أعتقد أن إسرائيل بتحاول من خلال إعلامها تداري على سلها هي على الأرض في المؤسسة البرية في غزة بتصدير بعض الإشاعات التي تخص مصر و محاولة الاحتكاك بمصر، وأيضا محاولة الضغط وابتزاز مصر لتغيير بعض قواعد اتفاقية السلام، خاصة فيما يخص محور فيلاديفيا، لأن الموضوع أن هذا المحور ليه اتفاق ملحق باتفاقية السلام، وطبعا بيمنع، وحتى الآن إسرائيل على عكس برضو ما أشيع أن إسرائيل دخلت هذا المحور لم تدخل، لكنها يبدو انها تحاول تبتز مصر بان بهذا الامر، حتى يعني ندافع عن نفسنا بان نسمح لهم بدخول هذا المحور، وهو امر غريب ولكنها معتاد من الجانب الاسرائيلي، محاولات الابتزاز ومحاولات الاختباء وراء الفشل بنشر كثير من الشائعات، والكل يعلم كم دفعت مصر من أرواح أبنائها وشبابها وظهرت شبابها سواء من الجيش أو الشرطة في سيناء حتى تتطهر هذه المنطقة من الإرهاب، وكم تكلفت مصر كانت بتدفع على مدى سنوات تقريبا مليار جنيه شهريا لمواجهة الإرهاب، فكيف لمصر أن تسرب أسلحة إلى حماس أو غير حماس، وخاصة أن الأسلحة دي يمكن أن ترد مرة أخرى إلى سيناء كما حدث من قبل، فأمر غير مقبول. مصر التي دمرت الأنفاق، مصر التي أخلت الحدود مع غزة من العمارات السكنية حتى لا يتم يعني أي تماس أو أي مشاكل مع الجانب الإسرائيلي، ومصر طبعا عندما تفعل ذلك لا تفعل ذلك من أجل عيون إسرائيل أو أمن إسرائيل، لكن مصر تفعل ذلك من أجل أمنها القومي ومن أجل حفظ حدودها، وأن تعلم ماذا يمر هنا أو هنا. فلكن فكرة أن مصر بتكون بتورد أو بتهرب أسلحة هي فكرة غير صحيحة وغير مقبولة وغير منطقية، لأن ليس لدينا أسلحة للتهريب، ولكن الأسلحة الجيش المصري يعني يصنع الأسلحة ويستورد الأسلحة ليدافع بها عن نفسه وليس لتهريبها إلى أحد آخر مهما كان تعاطفنا معه في هذه القضية. فده كلام إسرائيل بتشيعه من فترة أو بأخرى لتداري على فشلها في حربها البرية التي فشلت فيها أن تصطاد قادة حماس، وحاولت العملية التي جرت في جنوب لبنان منذ يومين تحاول أن تحفظ بها كرامتها أو تحفظ ماء الوجه أنها حققت شيء، لكن هي في غزة لم تحقق أي شيء، ولا رجعت الرهائن ولا اغتالت قادة حماس كما تهدف. اتجاه نتنياهو إلى هذا واختياره لسياسة الاغتيالات بما يحدث في لبنان وإيران، وإصراره على مسألة توسيع رقعة الصراع ربما، وتبني مسألة أنه يداري فشله في حربه في غزة، زي ما يعني يمكن كل السياسيين شايفين هذا. دكتور حك، شايف ده ازاي وتأثيره على الأيام القادمة في الحرب في غزة؟ يعني طبعا واضح جدا ان هناك خلاف ايضا اسرائيلي امريكي حول التوسع في المنطقة وتوسيع الحرب،
لان يعني نتنياهو يعلم ان اليوم الذي تنتهي فيه الحرب سيتم اقتلاعه من على مقعده كرئيس وزراء اسرائيل وسيتم حسابه، وبالتالي هو يحاول مد امد الحرب على قدر ما يتمكن، ويحاول ايضا توسيع الحرب سواء بالاحتكاك بايران او اذيالها او الاحتكاك بمصر، حتى ينسى الشعب الاسرائيلي الاختراقات الامنيه الرهيبه التي جرت في نظريه الامن الاسرائيلي في 7 اكتوبر، وينسى ايضا الوعود التي اطلقها نتنياهو في اليوم الاول لحربه وفي اجتياحه البري انه قادر على فعل كل شيء، وانه قادر على استعاده الرهائن، وانه قادر على اغتيال قاده حماس، وانه قادر على الانهاء على حماس، ويبدو انه ايضا وعد الامريكان بذلك، واحنا النهارده في اليوم ال 85 او اكثر من ذلك، وما يعني لم يحدث ذلك غير هدم البنيه الاساسيه لغزه، غير قتل المدنيين، غير قتل الاطفال، قتل النساء، تشريد الشعب الفلسطيني. حتى طموحاته في التهجير انتهت، يعني موقف مصر كان صارم وكان شديد وحاسم، واعتقد حتى هذه الشائعات لم تعد تتردد ايضا مره اخرى. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.